انطلاقة صحيحة وستارت فوز ذيس فور ذيس فاينل اوف 800 مترز. 8 متسابقين من اجل 3 ميداليات. الصراع على اشد سيكون هنا بين 8 متسابقين، 2 من الكويت، عبد العزيز خفيف وفرج عجيل، من كوريا شيوكين كيم، من اليابان وشيكو، من قطر حتيم ايت الغزي وابراهيم حيدر، من الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه محمد حازم وهزفي. اذا اللفه الاخيره 400 متر لينتهي هذا السباق. هناك ايضا مشاركه تويزاكي هيروري من اليابان. الان تبدا الاشياء الجاده، اقل من 400 متر ونتعرف على الفائز بسباق 800 متر لدى الرجال. الاشياء الجاده الان، المستويات متقاربه، لكن هناك انطلاقه لليابانيين وقطر في الملاحقه. اذا الميداليات منحصره هنا بين قطر واليابان. التقدم هنا من طرف العداء القطري الى الامام، اليابان وقطر في صدر الترتيب، المركز الثالث من اليابان، الرابع من قطر كذلك. اللحظات الاخيره 150 متر. Ladies and gentlemen, welcome the runners in the finish line of the 800 meters. الخط المستقيم، السرعة النهائية، من سيفوز؟ اليابان وقطر في السرعة النهائية 800 متر، والفوز باللحظات الأخيرة. اليابان وقطر، اليابان في المركز الثالث، إذا فوز اليابان. دقيقة 47.99، قطر في المركز الثاني واليابان في المركز الثالث. The winner from Japan, Ochaiko. Ochaiko من اليابان يحرز المركز الأول في هذا السباق، وفي المركز الثاني أيت الغزي الذي يحقق ميداليته الثانية في هذه